لا تزال ميليشيات الحوثي والمخلوع تواصل استهداف التجمعات السكنية في قرى مريس الواقعة شمال محافظة الضالع. القصف يعني بالكاتوشة إلى حول المنزل هناك جنب المسجد وإلى هنا في الوادي، يعني بشكل كثيف القصف على هذه القرية، ويستهدفون الأطفال والنساء وكذلك كل المنازل. هنا تتحدث المأساة التي كان ضحيتها الطفل جبران سمير البالغ من العمر 7 سنوات، قتل وهو داخل منزله. قتلوه وتركوه يرحل تاركا خلفه أحلاما كانت ترسم بأزهى الألوان، لكنه ترك أحباؤه وأشقاؤه. وإحنا كنا نودر بالشارع، بعدها ما درات لو أبي جاء ليقول له حبني، ما درات لو اللي قل قمات، وأنا بترات شحرتي وجيت قرصي، وبعدها بدنا نوصل نسعفنا من الجبال، قالوا خلاص استوى مات. والد الشهيد جبران عاجز عن التحدث إلينا بسبب الألم الذي يسكن قلبه، فصار موجوعا على ولده ليتساءل ماذا استفاد القاتل من قتلك يا جبران؟ قتلوك وتركوا خلفك أحزانا لا تنسى. هذه أرضنا وهذه أعراضنا وهذه أطفالنا نضحي بها من أجل وطننا. هكذا هي ميليشيات الحوثي وصالح كعادتها، حينما تعجز عن دخول منطقة ما تلجأ إلى قصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين. لكن أبناء هذه الأرض يقولون كما وجدوا أنفسهم أحياء على هذه الأرض، إما أن ينتصرون أو يدفنون عليها. محمد مريسي، قناة بلقيس، الضالع.